صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من اغتسل غسل نظافة ونوى رفع الحدث الأصغر فهل يصح ذلك أم لا بد له من الوضوء؟ إيش؟ يقول أحسن الله عليكم: من اغتسل غسل نظافة ونوى رفع الحدث الأصغر فهل يصح ذلك أم لا بد له من نية الوضوء؟ هنا نية رفع الحدث هو هي الوضوء، فإذا توضأ ناوي رفع الحدث فهذا هو الوضوء. نعم.